بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة أبو إياد التعليمية In the name of Allah, the most gracious, most merciful Welcome in your channel, Abu Yad channel for education We will start a new educational series about Prophet's hadiths, specifically Qudsi hadiths. And we will know what the meaning of hadith, also what the meaning of Qudsi hadiths. بسم الله الرحمن الرحيم سوف نبدأ في هذه السلسلة عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالأخص ستكون هذه السلسلة عن الأحاديث القدسية وسوف نتعلم أولا ما معنى الحديث وما معنى الحديث القدسي وما الفرق بين الحديث والحديث القدسي والقرآن معنى كلمة حديث كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ولها معنى ثاني السنة السنة والحديث يشتركان في هذا المعنى كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو تقرير كل ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك الفعل ووافق عليه ولم يمنعهم من ذلك أو يعترض عليه أو صفة أي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وليست الخلقية الخلقية من الصدق والأمانة والرحمة وليست الخلقية لأن الصفات الخلقية هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصفات الخلقية هي ما يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها The meaning of hadith All that has been said about the Prophet peace be upon him from words, deeds, reports or attributes All what Prophet said from words And deeds, all what Prophet did in his life, reports what the Prophet's companions did through their life, and the Prophet agree on this action. Or attributes, all qualities of Prophet Muhammad, peace be upon him, from trustfulness, kindness, and mercy, etc. We should to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam in these qualities, reports, deeds, and words. الحديث القدسي معناه هو اتصال مقدس بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل وليس كالقرآن أن القرآن الكلمات والمعنى من الله عز وجل ولكن الحديث القدسي الكلمات من الله ولكن المعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك فالحديث القدسي هو نتاج الاتصال المقدس بين الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم فالكلمات من الله وروى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بمعنى
أو بالمعنى من عنده صلى الله عليه وسلم. Hadith Qudsi is the saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him, as revealed to him by the Almighty Allah, glory be to him. Hadith Qudsi or sacred hadiths are so named because they are not part of the Quran, and unlike the majority of hadith, which are the prophetic hadith, their authority, sanad, is tracked back not to the Prophet, peace be upon him, but to the Almighty. Al-Hadith Al-Qudsi يعتبر هو قول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الموحى به من الله عز وجل. ولذا فهو يعتبر حديث قدسي. أي حديث من الله عز وجل وهو ليس جزء من القرآن الكريم لأن القرآن الكريم كما قلنا سابقا هو كلام ومعنى الله عز وجل ولكن الحديث القدسي هو كلام الله ولكن المعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا فالحديث القدسي هو جزء من الحديث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس جزء من القرآن We will start our chain of Qudsi hadiths with the first hadith about the mercy of Allah. It was narrated by Abu Huraira, may Allah pleased with him, who says that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, When Allah decreed the creation, He pledged himself by writing in his book, which is laid down with him, My mercy prevails over my wrath. It was related by Muslim also by Al-Bukhari and Nisa'i and Ibn Majah. سوف نبدأ
سلسلة الأحاديث القدسية مع أول حديث قدسي بعنوان رحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم وكذلك البخاري والنسائي وابن ماجه. وفي رواية أخرى: إن رحمتي تسبق غضبي. The general meaning of this hadith: the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, when Allah decreed the creation, when Allah created all the world, he pledged himself by writing in his book, means he wrote upon himself this matter. What this matter? My mercy prevails over my wrath. My mercy precedes my anger. So Allah, glory be to him, is most merciful upon all the creatures. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: لما قضى الله الخلق، أي عندما انتهى الله عز وجل من خلق كل هذه المخلوقات التي في العالم، كتب في كتابه على نفسه، أي كتب في الكتاب الذي عنده في السماوات العلى، والذي يكتب الله عز وجل فيه كل مقادير الخلق، أن رحمته عز وجل تغلب، وفي رواية أخرى تسبق غضبه. رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، وهذا معناه أن الله عز وجل رحيم جدا بمخلوقاته وبعباده المؤمنين، وأنه إلى آخر درجة يكون رحيما بهم، ولكن إذا لم يتوبوا أو يعودوا إلى الله عز وجل عند ذلك يغضب الله عليهم، وإذا تابوا فالله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم. And mercy is one of Allah's qualities, of Allah's names. As we know that Allah, glory be to him, has 99 names or beautiful names, and two of them have the meaning of mercy. These two qualities or names that have the meaning of mercy are merciful and gracious. الرحمة تكون واحدة من أسماء وصفات الله عز وجل الحسنى، وكما نعلم أن لله عز وجل 99 اسما، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: من أحصاها، أي من حفظها، دخل الجنة. ومن هذه 99 اسما أو صفة، هناك صفتان تحملان معنى الرحمة.
وهاتان الصفتان هما الرحمن والرحيم. How to apply this hadith in our life about mercy? As we know that Allah is the most merciful and most gracious, we should treat others with mercy, and we should be merciful with all creatures, from people, animals, and plants. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Allah, glory be to him, does not show mercy to who does not show mercy to others. وصلنا إلى هذا الجزء. كيف نطبق هذا الحديث عن رحمة الله عز وجل في حياتنا اليومية؟ يجب أن نكون رحماء مع الآخرين في تعاملنا مع الآخرين، والآخرين تشمل كل المخلوقات من الناس، الحيوانات، والنباتات. وفي هذا هناك حديث آخر عن ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، أو لا يرحم الله من لا يرحم الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. And these some forms of mercy we can apply it through our life. Mercy with parents, mercy with plants, animals, birds, classmates, and more and needy. وهذه بعض أشكال الرحمة التي يمكن أن نطبقها في حياتنا. الرحمة مع الوالدين، مع النباتات، مع الحيوانات والطيور، مع الأصدقاء، ومع الفقراء والمحتاجين. If we adhere ourselves by this quality mercy, Allah, glory be to him, will give us good deeds and love us and enter us paradise, inshallah. وإذا طبقنا هذه الأشكال من الرحمة في حياتنا سوف يكافئنا الله عز وجل بالحسنات وننال محبته ورحمته ونفوز بالجنة إن شاء الله. Now we reach to the end of our video. If you like my video, please like, share and subscribe. And activate the bell to reach all new from our videos. والآن وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو، الرجاء الإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Thank you for your watching and listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا على حسن الاستماع والمشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.